عملا بأحكام القرار الصادر عن السيد ولي ولاية الجزائر المتعلق بغلق وتحويل حركة المرور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر على الساعة 11:59 ليلا إلى غاية 4 نوفمبر على الساعة 5 مساء. تعلم المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق عن وضع مخطط خاص لحركة المرور، ويتعلق الأمر بغلق الطريق الاجتنابي الشمالي الطريق الوطني رقم 11 في الاتجاهين على مستوى نقطة التقاء الطريقين الاجتنابيين الجنوبي والشمالي جسر كوسيدار الدار البيضاء إلى غاية محطة تحلية مياه البحر الحمى بالوزداد على مسافة 16 كيلومتر ذهابا وإيابا، وكذا كل المنافذ المؤدية لها. تحويل مسار الوافدين باتجاه الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء بن عكنون. تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش، ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي، ومن ثم إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي. تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة عبر نهج جيش التحرير الوطني نحو محول عيسى إدير المؤدي إلى ساحة أول ماي. تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون الدار البيضاء نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباش جراح باتجاه نفق وادو شيح. كل تعديل لهذا المخطط من طرف السلطات الولائية سيتم الإعلان عنه في حينه. لمزيد من المعلومات زوروا منصاتنا الرقمية. المديرية العامة للأمن الوطني تشكركم على تفهمكم وتعاونكم.